فضلتك توقفت عند الأديان، لا تقتنع بمصطلح الأديان؟ لا، إنما هو دين واحد. ففي مقارنة أديان مولانا؟ الأديان السماوية. إنما هو دين واحد. أما سيدنا موسى وسيدنا عيسى؟ هذه شرائع. أما دين موسى الإسلام، دين إبراهيم الإسلام، دين عيسى الإسلام. كل الأنبياء؟ خذ الأدلة يا ليت من كتاب ربنا. أحسنت، فضل. ليس باجتهاد من أحد. نعم. قال الله عز وجل حكاية عن نوح. الله أكبر. نوح والبشرية الثانية. وأمرت أن أكون من المسلمين. الله. إبراهيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين. الله أحسنت، مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يعقوب، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب. الله يفتح عليك. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمون. سيدنا يعقوب هو إسرائيل. نعم، هو نبي الله إسرائيل. أحسنت، هيجي بقى منه سيدنا موسى. كله بقى. سيدنا موسى. أيوة. قال الله حكاية عنه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. مسلمين. طب سيدنا عيسى. عيسى. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. مسلمون. طب سيدنا محمد. سيدنا سليمان. سليمان. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الله. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الجن المؤمن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحرر رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما سيد الخلق وحبيب الحق أنزل الله عليه قوله: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غيره الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.